عندنا ستيك، عندنا مشاوي، عندنا طواجن، عندنا يا مرحبا وسهلا، مساء الخير. ثانية بس، يا هلا، شو اخبارك؟ الله يخليك. احنا طال عمرك من فترة عاملين جمعية التنين الفضي، فساعدونا في جمع التبرعات للجمعية هذه. اللي تقدر عليه من موضوع ممكن تساعدنا فيه يكون كويس، يعني اللي ترضى عليه. انت اهل الخير، انت ما تقصرون. بس خليك خير. وانا بردك. الله اكيد، يعني بشهر رمضان هم اهل الخير وكان جدا طيب منك، يعني ان شاء الله. فانت لو ان هالجمعية جدا هذا فلوسي. لا لا لا، يا نصاب يا نصاب يا نصاب يا حرامي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. كيف اخبارك؟ فلوسك؟ فلوس. طب الفلوس دي كم؟ انت انا عارفه كم دي. 350,000. كيف الفلوس؟ الاستاذ جاب لك الفلوس. ده نصاب. شكلك نصاب. انت حتسكت ولا ما حتسكت؟ هتقول صدقني صدقني يا حبيبي. زي يا حبيبي يا حبيبي. التنين احمر يا حبيبي. يا حبيبي التنين احمر يا حبيبي. ما تزعلش يا فينا يا حبيبي. اهي الكاميرا القبيه. الكاميرا القبيه بطل. طيب بس يا الله ابعدوا عني يا حبيبي. كاميرا خفيه. كاميرا خفيه يا حبيبي. كاميرا خفيه. دي الامانه. ده النصاب. ده النصاب. اسمعي تعال. وانت برضه اتنصب عليكم. شوف هناك يا حبيبي. كنت لابس فكر القميص. فكر القميص يا حبيبي. يا استاذ بس 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 اهلا فندم، شرفتنا. اهلا بيك، تفضل. انا جايبه لحضرتك قائمه الاسماك، لان الاسماك كلها النهارده فريش. ودي جمبري، يعني ماكولات بحريه. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. يا اهلا بيك. المدام عايزه تاكل السمك. السمك اليوم ايه؟ شو خاطرك من الاسماك؟ مشوي. شو نوع السمك اللي حابه؟ هامور. تبغين هامور؟ هي في انواع اشكال عند السمك مثل ما تشوفي موجودين. كمان عايزه اجرب لك. لا شوفي شوفي الاطباق دي. إيه؟ كمان الطبق ده في. فهي اسماك موجوده مثل ما شفتي. هي موجودين الاسماك، كله موجود. كل الاسماك اللي حابه موجوده. تفضلي جربي. ها شو هذا؟ السمك يا فندم حضرتك طلبته. ما كان داخل الكوهات. ما كان داخل كوهات. ما دونت سبيك والله انجلش. اني جيف مي وان جود لانجويج. ده سمك يا فندم حضرتك اخترتيه. اسماك البؤبؤ. هاي يسموها اسماك البؤبؤ بالوانها المختلفه. ولذيذة جدا، كأنها يعني طعم ما بأول في حياتك مجربتنها. بعد ما تشوف ما ده انت تختاري منهم وحنشوي لك اياها. انت اصلا كلك على بعض الغلط، لو سمحت ما ادري اي حاجة. لا لا تفضلي. هي المسؤولة هني، وفي عندنا الشيف. انا هطلب لك الشيف، هو هيجي يفهم حضرتك الطريقة المبتكرة لتقديم الاسماك. ايوه تفضل يا شيف. اهلا اهلا اهلا. تفضل يا شيف. احنا قلنا لنا السمك بؤبؤ. نعم انا شف. نعم جيب لي الصنارة اخليك قصير. ايه فكرة مشوي. انتوا بتجيبوا سمك حي بالعادة؟ نحنا على حسب الزبون. عايز سمك بنجيب سمك. غنزة بلي بسماء من قدالة ياتي وديه وجقر اللي يا بسماء يا شكر يا اتشاية اكل الصغير. أيوة. السمك ده انا اكلت الحمد لله. انا لا هذه مقبلات، هذه مقبلات. انا اكلت الحمد لله. انا اكلت. وممكن كمان تديهم شويه زيت. يلا وتشرب. يعني اسمع انا هشوفه وانا مش لا 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 هي كده. لا هنجيب قراص ماي. اعطها قراص ماي. قراص ماي اول حاجه. اشرب بسم الله الاول وبعدين ايه ده؟ لا طب لا لا انا جاي المستشفى مجانين لا لا خلاص. لا لا اصبر اصبر اصبر. تعال 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 انت روح يا اخي. روح يا خلاص 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 خلاص
طب معلش يا استاذ. طب خلاص لا استاذ. اوكي يا طيب بدي ايوه و لا طب خلاص اوكي طيب اي طب لا صح بدي بدي جنب ده يلا اوكي كاميرا خلاص.